ازيك يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ احسن ناس في الدنيا كلها. شكرا شكرا جدا 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 للدعم بتاعكم. احلى جمهور في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. والله النهارده بقى 40 سندوتش شاورما. اول مره خاصه لسوريا. لا لسوريا. بس ديت شاورما مصري. اللهم صل على النبي. اول مره ام هنا تعملها في البيت. انا كنت بشتريها على طول. احنا كنا بنشتريها جاهزه من بره. بس المره دي ام هنا قالت انا هتحدى محلات بره. مش هخليك تشتريها من بره. هنشوف. تحدي حتى زهره. بس خلي بالك في عقاب. ربنا. طب التحدي على كده؟ ها؟ التحدي على كده؟ تحدي. يا رب انت اللي تخسر. تحدي على 10 دقايق. انا بقى عاجبك عقاب صح. ولا في دماغي. ولا على الكميه على الشبع اللي يشبع. تحدي على كام الاول انت قلت؟ ها؟ تحدي على كام عشان كنت بتكلم كده مع نفسي كده. تحدي على الشبع. ليه؟ ما تخليها على وقت معين. 10 دقايق ماشي. نبدا؟ اوكي. ابدا؟ ابدا. بس خلي بالك في عقاب شديد. ماشي يا رب انت اللي تتعاقب مش انا. بدات. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي كده يا جماعه. صلوا على النبي حبايبي. الله. يا سيدي. مش عاوز طحينة. يلا يلا حاجة تشهيني. الله يسحس. انت غير بتعطلين. عطلتين. شكرا 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 جزيلا. شوبا تسلم ايديك. بس هتتعب برضه. 40 سندوتش شاورما. طب قلت لك الحاج دي ولا بتاعت برضه؟ دي ولا بتاعت برضه؟ والله العظيم والله والله بتكلم بأمان. دي احلى من بتاعت بره 1000 مره. هتخلص؟ على مهلكم. هقولك التاريخ. على مهلك. على فكره انا عامله بالفراخ وعامله باللحم. دي باللحم. بس يا جماعه اللحمه. والله لحمك انا اللي عاملاها. انت عامله فراخ ولحمه؟ والله؟ الله. بس انت لخبطتين في بعض كده. انا عارفهم ازاي وجنب بعض. اهي دي يا لحم دي فراخ. تعطلني يا صاحبي. صلوا على النبي كده يا حبايبنا. فيها مش تنسونا باللايك والاشتراك بتاعكم الحلو. انا عندي اصابه بس هفوز عليها برضه. تخيلوا ايه اللي فتح ايديا ده كده وعورني كده؟ مش هصدقكم. ناموسه. ناموسه فتحت ايديا. تشميع النار ديت. ايه الناموس الرخم ده؟ الناموس جاي رخم عليا؟ لا. وانا اللي عامله العيش. ده الايه ابو انا بقول ارحش تريك دي بتاع من بره شاورما. ليه بزلت ولا ايه؟ شجعوني يا جماعه كل وقت في التعليقات. محمد البطل. محمد البطل. كل يثبت في التعليقات يقول محمد البطل. كل يثبت في التعليقات محمد البطل. انا هنفخك. والمصحف انا اللي هنفخك. المصحف انا اللي كسبان.
طحينه شهيني على سحس. عامله ازاي؟ اقسم بالله اقسم بالله اللي هيعمل التربية اللي انا هقول عليها دي ما لها حل. بلا شهر من البحر. طب انت حاسس بنكهات ايه؟ دي لحمه انا معاك. يا ابوي بقول حاسس بنكهات بقول لحمه. النكهه مالها من اللحمه؟ انت بتقول عامله لحمه وفراخ؟ اوكي بس انا بقول لك النكهه. صراحة ايوه عندو شويه من بره والله العظيم بتكلم عشان هي اللي عامله لك الطعم رهيب. اول مره اديك شاورما صح. مالك حاجه بنتي تعرف تعملي العيش ليه ولا العيش صنعه ولا رغم الاصابه اللي في ايديا ديت هكسبها ان شاء الله. تتراهن معايا؟ تبلع تبدا عليك بتبدا زرع وسع كده بتبدا عليك مش بتبدا مش بتبدا انا بمت اهو كل بقول انت بتبدا عليك. لا انت وعنده حاله البلع بطيئه والله العظيم. يعني بقى انت حتى في البلع انت بطيء. لا مش عارف اتعشبها اللي ينسحب. انا مش هنسحب. اه واحد خالص في مين قدام بقول لك هات منديل. انا مالي انت تنسحب ولا ما تنسحبش. حلو مش على بره. لا بقى انت مش تشغلني. لا 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 اللي انسحب. انا مش هنسحب. سحب لا انت انسحب. انا مش هنسحب. والله الصراحة تسلم ايديك بس هتطلعك ببره. عيب عليك. يعني انا اكون شغالة وتعبانة نجيح على كبكي طحينة كلمة تحفة دي كلمة شوية اقسم بالله مع شكرانين كمان انا اللي عاملاها. بحب اني برجعش العيش دي بقيتها تعب تاني صراحة. الصراحة يا مهنا انت عديت الحدود. مهنا عدت الحدود. انا كنت عايزه اسيبها لوحدها بوحدتها كده والفها من تحت كده زي بره. طب جبت لي بقى عندنا كده كده احسن. عامله سندوتش مدافع. تعرف سندوتش ده هو اللي بيتباع بره بيبقى بكام؟ 300. ليه يعني؟ محشي ذهب. ليه انت كنت جايب حته السندوتش كده ب 100 وكام؟ قولي الحقيقه واقسم بالله يعني اكبر من دي بسيكه كده. ها قول لي بكام؟ لا كان ب 72. يا لهوي. ارحم جد. 72 في حته السندوتش قد كده؟ اشتراكات يا حبيبنا. اشتراكات وبيتفرج علينا. الناس اللي بتتفرج علينا ومش بتشترك. احنا زعلانين والله على فين. زعلانه منكم. ما انت عاجبنا كده وبتحبونا كده وعايزيننا كده نكبر كده. طب ما تعملوا اللي ياكل اشتراك انتوا مش هتخسروا حاجه يعني ولا يا ابو تمام. امسحوا يا ابو هاني. ها
لا والله العظيم اني كسبان. انا اخسر بس مش هنسحب. ستة. انت معاك كام؟ سبعة. شكلي نلحق سبعة. طحينة. شهيني شهيني يا سحس بصراحة. يعني والله العظيم سوريا ديت الواحد يبصها 100 بوسة و100 ألف يعني أقول إيه، بس أنا على ما شاء الله يعني. مش قادر والله. ايه هنسحبي؟ لا انا اتوقع هنسحب. انا اخسر بما فيه العقاب. العقاب فظيع. انا ممكن عايزه انسحب هنسحب، بس انا مش بنسحب. انا اخسر ماشي، لو انا خلاص الوقت خلص انا سحب ليه؟ انا حكم سحب يا بابا سحب والله، عشان انا معديك كتير. ان شاء الله هقول لك على حاجه. انسحب انت وانا مش هعبك. قلب مدلعها فين؟ على بق الاسد محمد البطل. والبق دوت راح لفين؟ ها والله العظيم اعتقد اني كسبان كمان. ها ازاي؟ مش برضه مش هنصح. مش تنصح. مامي معندها بصراحة. بس انت شايف انني بقى اتك على روحي بالعافية. مش كده كتير كتير ده حقيقي. ما تنسحب يا بابا. انسحب يعني يعني بس 1 2 3 4 5 اخر حته. انا مش مسحب. انا مش بعت. انا وصلت لمرحله الشبع. بس راجع حاجه على نفسي. انا انسحبت. انسحبت مش بعت. راح فين؟ قلت له خلاص والله عد جد عمود. انا مش عمال اجيب ميه. انا هكمل مش جد. حبتي؟ ما لا تك على روحي بس مش قد جد. من هالوقت ما شاء الله ما شاء الله. الله يحميك من العين. انا مش قادر اكمل.
مش عارف قادر بصراحة. جبنة ايه؟ والله ده بصوا مية مية يعني جسمي خلاص. على العقاب الفقرة اللي انتوا بتحبوها. يلا فكرة عقاب رهيبة بقى. يلا يلا نخش. اعمل ايه؟ ما بلاش يعني انا اللي مغذياك النهارده. لا لا ما انا هوكلك، انا اللي هوكلها بيه. شفتي هوكلها عسل. عسل عسل مش عايزه لزج انا. لا ده انا هوكلك احسن عسل. طب انا بحب المسكر. اه مش جبت لك لا شطه ولا اي حاجه، هوكلها عسل اهو. في حد عقب كده؟ كنت جايب لي حاجه. لا عسل اهو، عسل ما ياكلش غير العسل. دمها علينا نعمه يا رب. يلا يا بحش يلا عشان اوكلك بايدي. يلا يا جمل. يلا يلا استنى. ايه يلا كل فين ده؟ والله ما شايف. طب انا مالي انا اهو اعمل ايه تاني؟ طب انا اعمل ايه؟ اديني كل مدي دي. جربي. اها انت بتستحمل بقول لك ايه؟ يو يلا اه دي انت بتنجتني ولا ايه؟ خش يلا ايه؟ عبد الله انت يا رب اصبر بالعيال ده. يو اعمل ايه تاني؟ ما هو طب عادي كده ولا اروح كده؟ يلا ها فين ده؟ جربي. اها جربي يا بنت، انت اللي بتجربي. اجرب فين؟ ايه ده؟ مش عارفه تاكلي؟ ايه؟ خذي جربي. يلا عسل في اليمينات. ها خش خش. اها هاي المعلقه اهي، جربي انت. كفايه عليها كده عشان مش نطول عليكم. مش تنسونا بقى بالاشتراكات واللايكات، يا احسن ناس في الدنيا كلها. واللي بيتفرج علينا مش يبخل علينا باللايك والاشتراك. في ناس بتتفرج علينا مش بتشترك. يلا مع السلامه. اشتركوا ليه؟ ينفع كده؟ اللي مش هيشترك هزعل منه. يلا اللي بيحبهم هنا يحط اللايك والاشتراك فضلا وليس امر. يلا اشوفكم في رعايه الله. تعالى طلع لا عقاب بس يلا المره دي عشان خاطر الشرم العسل اللي عملت. بس العقاب عقاب انا مش عارف. فكروا لي كده فكره عقاب وحطها لي في الكومنتات. هي ما بتقراش الكومنتات. ما هو لو تليفوني مصلح واقسم بالله لا كل فرصه اكتبوا لي عقاب حلو كده اعمله. اكتبوا يعني عاوز تكتبوا لي كده شويه عقابات كده ونختار منها كده. خلاص يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.